هلا والله يا جماعة، حياكم الله اليوم في تحدي روب كورس. روب كورس لعبة فيها كمية لياقة، وأنا تحتاج مرونة برضو ترى. وأنا متأكد ضيفتنا انتصار حتفوز على ضيفك فهد، وأنا كلي ثقة في هذا الشخص الماثل أمامك. شوف الكلام كثير، نبغى دحين ندخل الجولة ونشوف. طيب طبعا شرح بسيط للعبة يا جماعة، هي مكونة من ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3. احنا بندخل على طول على ليفل 2، بيكون صعب شوي، الفائز فيهم اللي يصل ليفل 3 ويخلص ليفل 3. فمن توقع؟ اكيد انت افا عاد كل ذكر. خلينا نشوف، ما نبغى نطول. يلا يا جماعة نطلع التحدي. ليتس جو. يلا يلا.